لإيجاد الديستنس between two points. طبعا هنا نحن مثل ما أشرنا بالمقطع السابق أنه كل نقطة هسه من عندي ضمن الأحداثيات مالتي الـ X, Y, Z بلين راح تأخذ ثلاث أحداثيات معينة. يعني أنا راح أفترض مثلا هسه أنه البوينت الأولى مالتي الـ P1 هي X1, Y1 و Z1, أحداثيات النقطة الأولى. وأحداثيات البوينت الثانية الـ B2 هي X2, Y2, Z2. لو كان المطلوب هسه هو إيجاد الديستنس, طبعا راح نشير للديستنس اولا. الديستنس هنا راح يكون عندي ابسوليوت فاليو, فاقول مطلق b1 b2 المسافه ما بين التو بوينتس راح تكون مساويه الى تحت الجذر ل x2 ناقص x1 سكوير زائد y2 ماينص y1 سكوير زائد z2 ماينص z1 سكوير بهذا الشكل. يعني فرضا خلي افترض الامور بالشكل التالي. لو كان عند احداثيات النقطه مالتي الاولى P1 هي عباره عن 2 1 4, واحداثيات البوينت الثانيه B2 هي عباره عن سالب 2 3 0, المطلوب هو find the distance between two points. فراح اطبق القاعده, اقول انه ال P1 B2 الديستنس بيناتهم, طبق القانون, راح يكون مساوي الى X2 ناقص X1 سكوير زائد Y2 ناقص Y1 سكوير زائد Z2 ناقص Z1 سكوير الكل تحت الجذر. يعوض بالنقاط, راح يكون عندي انه البوينت الثانية اللي هي سالب 2 ناقص 2 سالب 2 سالب 2 سكوير زائد 3 ناقص 1 سكوير زائد 0 ناقص 4 سكوير. النتيجة راح تكون مساوية الى تحت الجذر, هنا راح يكون عندي سالب 4 تربيع زائد 2 تربيع زائد سالب 4 تربيع. والنتيجة انه بعدها راح اعوض, راح يكون عندي 16 زائد 4 زائد 16 وراح يكون مساوي الى 36 تحت الجذر, والنتيجة راح تكون عندي هي 6. هذه هي الديستانس ما بين 2 بوينتس. زين هسه اللي هنا لازم انه انتبه على نقطة. لو كان عندي 2 فيكتورز ار ايكوال, يعني ان التو فيكتورز هذول جايين نشير لهم على انهم متساويين. ملاحظه, لو كان عندي 2 فيكتورز والتو فيكتورز دول اشرنا على انهم انه 2 فيكتورز ار ايكوال, فشرط المساواه نقول اف اند اونلي اف انه الستاندرد بوزيشن فيكتورز ار ايدنتيكال. بمعنى انه لو كان عندي مثلا انه انا عندي الفيكتور الاول هو v1 v2 v3, زين, وعندي الفكتور الثاني u1 u2 u3, زين, هذول راح يكونون متساويين متى ما كان ان يكون عندي ال v1 يساوي لل u1 وعندي ال v2 يساوي لل u2 وعندي ال v3 يساوي لل u3. يعني بمعنى انه كل واحد نسميه احنا الستاندرد بوزيشن فيكتورز انه يكون متساويين, كل واحد مساوي للقيمه المقابله الى بالموقع مالته. زين بمعنى ثاني نقدر انه نقول شرط المساواه للتو فيكتورز انه التو فيكتورز مالتنا متساويين اذا كان يمتلكان نفس الطول والاتجاه. بمعنى انه لو كان لهم نفس النقاط راح يكون لهم نفس الطول ونفس الاتجاه. اذا شرط المساواه مالتنا اذا كان عندي تو فيكتورز يجب ان يكون لهم نفس, يعني يقول انه هذا الفيكتورز يساوي الفيكتور الثاني متى ما كان يمتلكون نفس الطول ونفس الاتجاهات. طيب الملاحظة الثانية, إذا كان عندي فيكتور V هو عبارة عن 3 dimension vector, يعني أنه موجود بالإحداثيات اللي هي X, Y, Z, زين, مساوي إلى فيكتور ثاني with initial point بالأوريجن. بمعنى أنه أنا لو كان عندي فيكتور هذا الفيكتور هو الانيشال بوينت مالته وين موجودة بالزيرو, زين, والترمينال بوينت النقطة النهائية مالته راح تكون هي V1, V2, V3. إذا الكمبونت مالتنا مالت الفيكتور ايش راح تكون؟ راح تكون الكمبونت مالت الفكتر هي عبارة عن الكمبونت مالته هي عبارة عن V1 V2 V3. بمعنى أو بسبب كون أنه النقطة الأولية هي عبارة عن وين موجودة بالزيرو, هذه نسميهم الكمبونت مالت الفكتر مالتنا. طيب هسا لو كان المطلوب هو كيفية إيجاد length of vector, آلية حساب الطول للفكتر, هنشوف الآلية مالتنا هنا حتى أميز ما بين distance ما بين length. اولا الماجنتيود او اللينث اوف ذا فيكتور, طبعا نفس الكلام مرات انه قسم المصطلحات او الامثله يطلب من عندك انه فايند ذا ماجنتيود. الماجنتيود او اللينث
للفكتر غالبا ما نشير له مثلا انه انا عندي فكتر بي هو عباره عن بي كيو بهذا الشكل، هو يساوي طبعا المركبات اللي هي راح تكون عندي v1 v2 v3 هالشكل، نسميهم النون نيجاتيف نمبر اولا، هو عباره عن كميه نون نيجاتيف نمبر، وغالبا ما انه نرمز له بهالشكل v، او نفسه هو نسميه r بهذا الشكل دليل على الطول. زين هنا احتاج احدد الانيشال بوينت والفاينل او تيرمينال بوينت. الانيشال بوينت من هذه حسب الترميز اللي موجود عندي هي البي، اللي احداثياتها راح تكون انه انا عندي بي اكس 1 واي 1 زد 1، وعندي التيرمينال او الفاينل راح تكون هي عباره عن الكيو، اللي هي راح تكون هي عباره عن الاكس 2 واي 2 زد 2 بهذا الشكل. هسه لو كان المطلوب هو اوجد الطول او الماجنتيود، فراح يكون حسب الاسلوب مال الترميز نقول الطول مالتنا لهذا الفكتر راح يكون هو مساوي الى تحت الجذر المركبات مالتي اللي هي ال v1 سكوير زائد ال v2 سكوير زائد ال v3 سكوير. طبعا هذه المركبات شو تساوي لي؟ هي تساوي تحت الجذر x2 ناقص x1 تربيع زائد y2 ماينس y1 تربيع زائد z2 ناقص z1 تربيع، الكل تحت جذر. بمعنى انه هذه ال v1 هي هذه المركبه x2 ناقص x1، ال v2 هي هذه ال y2 ناقص y1، وال v3 هي عباره عن هذه هي z2 ناقص z1. زين هنا عندي فد نقطه انه اذا كان عندي فيكتور الطول مالته زيرو، هذا راح نشير له بالزيرو فيكتور. يعني فرضا انه انا حسبت طلع الناتج مالته زيرو، فاقول هذا هو عباره عن زيرو فيكتور. الزيرو فيكتور بمعنى انه المركبات ما تاكلها زيرو، باعتبار انه راح يصير عندي زيرو 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 بهذا الشكل نشير له انه مركبات الكومبوننت ما تاكلها زيرو. زين غالبا ما نحتاج الى طريقه، يعني دائما انه نحاول ايجاد في الطريقه لتمثيل المتجهات جبريا. مره نشير لهم بهذا الشكل، نقول في هو عباره عن بي كيو، نشير له بهذا الترتيب. زين النقاط مالتنا دائما انه تكون عندي هي كنقطة بمركبات موجودة ضمن الاحداثيات. يعني فرضا لو كان انا عندي اكس واي وعندي زد، هذولي الكمبوننت مالتنا، وراح افترض انه انا عندي هذه بوينت اللي هي البي، وقلت هذا البي هي اكس 1 واي 1 زد 1، وعندي نقطة ثانية هذه هي الكيو اللي هي الاكس 2 واي 2 زد 2. زين هسه اذا اريد اوجد مثلا اللينك بيناتهم، هذا راح يكون هو عبارة عن البي كيو مالتنا، نسميه البي كيو فيكتور. اذا اريد اوجد مثل ما حسبنا بهذا الترتيب اوجد الطول مالته، غالبا ما يكون عندي انه اولا ثلاث مركبات اذا كان هو 3 دايمنشنال فيكتور. يعني راح يكون عندي مركبه v1 v2 v3 باعتبار انه انا هنا كل بوينت مالتي، البوينت مالتي لها ثلاث احداثيات. لكن اذا كان الكلام متعلق بالبلين، انه هذا المسقط مالته على واحد من البلين، راح تكون الى 2 كومبوننت. يعني اذا سقط هسه مثلا هذا على الاكس واي بلين بهذا الشكل، راح تكون الها مركبه التسقيط مالتي اذا سقطها هسه هذه هنا، هذه راح تكون الها مركبه بهذا الشكل، هي مركبه راح تكون عندي مركبه للفي 1 اللي هي مركبه الاكس اكسس، ومركبه الفي 2 اللي هي راح تكون عندي للواي اكسس، وبالتالي التقاطع مالتهم بهذا الشكل راح يكون هو عباره عن مقدار قيمه الفي 1 ومقدار قيمه الفي 2، فبالتالي راح تكون هي 2 كومبوننت بهذا الترتيب. خلي اخذ مثال على كيفيه اجراء الحسابات المتعلقه بايجاد مقدار قيمه الطول للتو فيكتورز. خلي افترض هسه اللي هنا أنا. خلي افترض انه المطلوب هو ايجاد مقدار قيمه الطول. Find the component form and length of the vector with initial point. رح مطيني بالسؤال مقدار قيمة الانيشال بوينت مالتي اللي هي البي باحداثيات سالب 3 4 1، وتيرمينال بوينت او فاينل بوينت اللي هي تمثل مقدار قيمة الكيو باحداثيات سالب 5 وعندي 2 ب2. اوكي فهسا اول خطوة اذا اريد اوجد الستاندر بوزيشن فاكتور التمثيل مالتنا، نقول انه هذا البي كيو الستاندر حتى امثله الكومبوننت مالته، كنا انه لازم يكون عندي في 1 في 2 في 3. هذه الكومبوننت مالتي
اللي هي الفي 1، الفي 1 اللي هي عبارة عن اكس 2 ناقص اكس 1 راح تكون مساوية الى سالب 5 ناقص ناقص 3 راح تكون هي سالب 2. وعندي الفي 2 اللي هي عبارة عن الواي 2 ناقص الواي 1 اللي هي عبارة عن 2 ناقص 4 راح تكون عندي سالب 2. وعندي مركبة الفي 3 اللي هي عبارة عن زد 2 ماينس زد 1 وراح تكون هي 2 ناقص 1 راح تكون عندي 1. فبالتالي اصبحت الكومبوننت مالتي موجوده. اذا المطلب الاول اللي هو الكومبوننت فورم، نقول ذا كومبوننت فورم، الكومبوننت المطلوبه من عندي اوف في يساوي بي كيو، هي عباره عن راح تكون عندي في، طبعا هذا دائما ما يشار له بالكتب ببولد، نشوف انه الفي هذه بولد، تساوي في 1 في 2 في 3 وتساوي لي، اعوض عن القيم، سالب 2 سالب 2 زائد 1. هسه هذه هي الكومبوننت. طيب المطلب الثاني هو ايجاد الطول لهذا الفكتور. طبعا راح اطبق القاعده، اقول الطول يساوي تحت الجذر في 1 سكوير زائد في 2 سكوير زائد في 3 سكوير. نعوض عن الفي 1، طبعا قسم الطلاب يريد يعوض ماكو مشكله، يعوض اللي هي اكس 2 ناقص اكس 1 y2 ناقص y1 z2 ناقص z1 نفس الترتيب، فراح يكون مساوي الى تحت الجذر مقدار قيمة ال v1 هي سالب 2 تربيع زائد ال v2 سالب 2 تربيع زائد 1 تربيع، والنتيجة راح تكون عندي 4 زائد 4 زائد 1 راح يكون هي 4 زائد 4 زائد 1 وهي جذر 9، والنتيجة هي عبارة عن 3. فبالتالي اصبح سعدي واضح كيفية إيجاد مقدار قيمة الدستنس، كيفية إيجاد مقدار قيمة اللينث أو الماجنتيود، والأهم هو كيفية إيجاد الكمبونت بالنسبة إلنا للفكتر. والملاحظة المهمة اللي لا ننساها أنه إذا كان الفكتر ماتي هو 3 dimension، نشير له بالسؤال بأنه هذا الفكتر هو 3 dimensional، بمعنى أنه راح يكون عندي V1 V2 V3. وإذا كان 2 dimension لازم أنتبه أنه لازم أحدد البلين مالتي حتى أحدد فقط أنه منهم موجود من عندهم ومنه اللي غير موجود.